حبايبي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لقلق ثمينه. في الحقيقه في الحلقات دي بنتناول موضوع الهويه. شفنا ازاي ان الانسان كان مخلوق على صوره الله وشبهه، وبسقوط الانسان فقد هويته الاصليه وبقى مخدوع من ابليس، وسرق ابليس سلطان الانسان على الارض وابتدى يكون هو رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم. لكن كمان شفنا ازاي ان الله القدوس اللي بيعرف نفسه من هو، ومهم جدا ان احنا نعرف الله عن طريق اعلانه عن نفسه. ابليس السارق واللص اللي عايز يختلس شخصية الله ويخلي الناس تعبده علشان الكبرياء اللي في قلبه، انه عايز يجعل نفسه إلها. شفنا ازاي كمان ان من غير ما ندرك ونعرف ونوقن من هو المسيح، مش ممكن هنقدر نسترد هويتنا الأصلية. بدون شخص المسيح اللي أيوب قال من يضع يده على كلينا، هل من مصالح يضع يده على كلينا بين الإنسان وبين الله؟ لكن الكتاب يقول ان الوحيد اللي قدر يصالحنا مع الله هو الإنسان يسوع المسيح. النهاردة عايزين نعرف ليه بالذات وفقط من خلال المسيح هو الطريق الوحيد لاسترداد هويتنا الأصلية، الإنسان الجديد المخلوق في المسيح يسوع في البر وقداسة الحق. ده موضوع حلقتنا النهاردة. نفسي تفكر وتصلي تقول يا رب وضح لي من أنا، من أنا فيك، من أنت فيا، علشان أقدر أعيش الحياة اللي تشبع قلبك. من أول ما آدم وحواء سقطوا وفقدوا هويتهم، والكتاب يقول من سفر التكوين إن الرب يسوع هو الوحيد اللي هيقدر يسترد هذه الهوية. نلاقي كده في إصحاح 3 من سفر التكوين وعدد 15، لما حواء قالت إن الحية غرتني فأكلت، الحية خدعتني فأكلت، والرب يقول كده للحية: ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وفي عدد 15 يقول حاجة عجيبة قوي: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبته. عقبه هو الرب يسوع، شخص الوحيد اللي جه من نسل المرأة. كلمة بني آدم أي ابن آدم، احنا في اللغة العادية بنقول احنا كلنا بني آدمين لأن احنا كلنا ولاد آدم، لكن الرب يسوع ما كانش له أب بشري، أب من نسل آدم. الرب يسوع هو الوحيد المولود من عذراء، لم يسمع في تاريخ البشرية إطلاقا عن أي إنسان كائنا من كان، مهما على شأنه، مهما عظم مقامه، أنه يولد من نسل المرأة بدون زرع رجل. هو ده اللي من بداية السقوط وفقدان الهوية الأصلية الرب وعد أنه من خلال هذا الشخص فقط، نسل المرأة الوحيد اللي يقدر يسحق رأس الحية ويسترد من آدم وحواء ولكل الجنس البشري هويتهم الأصلية المخلوقة على صورة الله وشبهه. فأشعيا كتاب يقول إن السيد يعطيكم السيد نفسه آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. لم يسمع قط من بدء الخليقة إن إنسان ولد إلى هذا العالم بدون ما يكون له أب بشري، عشان كده رب يسوع
ليس هو بني آدم عادي، ما هواش مجرد إنسان طبيعي زي بقية الناس كلها، لكن هو شخص الله الظاهر في الجسد. علشان كده السيد أعطانا نفسه، الله أعطانا نفسه في شخص يسوع المسيح. هو ده الشخص الوحيد اللي يقدر يسحق إبليس الحية القديمة الكذاب السارق المتكبر اللي عايز يختلس شخصية الله ويخلي الناس تعبده. عشان كده في فيليبي الكتاب يقول حاجة عجيبة قوي، يقول عن الرب يسوع الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. مش اختلاس أن الرب يسوع يكون معادل لله، لأنه هو فعلا معادل لله، لأنه هو فعلا الله ذاته، لأنه هو فعلا ابن الله. عارفين لما اليهود جم يسلموا الرب يسوع لبيلاطس، كانت الجريمة اللي فعلا كانت فظيعة جدا في عينيهم، وبسبب هذا كانوا بيطلبوا من بيلاطس أن يصلبوا، أنه وهو إنسان جعل نفسه إلها لأنه قال عن نفسه أنه هو ابن الله. اليهود كانوا فاهمين كويس قوي أن مصطلح ابن الله مش أن الله اتجوز وخلف وتناسل، حاشا، لكن أن الابن الله هو الله نفسه، هو معادل لله، هو من ذات كيان الله. علشان كده بيلاطس خاف وقال له من أين أنت؟ رب يسوع ما ادالوش جواب، لكن الرب لما قالوا له نستحلفك بالله الحي قال لهم أنتم تقولون هل أنت ابن الله؟ قال لهم أيوة أنتم بتقولوا وأنا فعلا كذلك. ومن الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان. الرب عمره ما أنكر أنه هو الله، عمره ما قال للناس أو سابهم حيرانين أو سابهم يفكروا، لكن دايما كان بيعلن أنه هو ابن الله. عارفين الشخص اللي قدر يعرف هويته في منتهى الدقة من ضمن الناس كان يوحنا المعمدان. لما قالوا له ماذا تقول عن نفسك؟ إلي أنت؟ قال لهم لا مش أنا. أنبي أنت؟ قالوا له لا، قال لهم لا مش أنا. أنت مين؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية. عرف يوحنا هويته من يوم لما اتولد، هو جاي على الأرض يعمل إيه؟ لأن هو كان أول واحد عرف هوية المسيح، قدر يشاور للناس كلها اللي كانوا بيتعمدوا منه في نهر الأردن، يقولهم هو ده، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لما تعرف من هو المسيح ساعتها بس هتقدر تعرف أنت مين، وساعتها بس هتقدر تدرك دعوة الله على حياتك وهدف وجودك على الأرض. أنت مش مجرد إنسان عايش من ضمن ملايين البشر، مجرد وجودك زي عدمه، أو وجودك ما بيفرقش، أو مجرد أن أنت مجموع من الشعب أو مجموع من الناس أو واحد من ضمن الألاف والملايين اللي عايشة، لكن ربنا مديلك هوية خاصة جدا، خلقك بطريقة فريدة جدا، خلقك بطريقة ما لهكش أي مثيل. ربنا حط فيك صورة منه، جزء منه، حتة منه، تعبير عنه. عارفين لما واحد فنان بيرسم لوحة أو بيكتب شعر أو بيكتب كتاب أو بيلحن لحن، كل الإبداعات الإنسانية دي تقدر مثلا لو أنت متتبع الفنان الفلاني مثلا توماس كينكيد، لما تبقى أنت متعود تشوف صوره كتيرة لأنه هو دايما بيستخدم الضوء في رسم لوحاته، مجرد أنك تشوف لوحة من ضمن عشرات اللوحات تقدر تقول دي لوحة فلان الفلاني، دي لوحة الفنان الفلاني. ليه؟ لأن ذوق الفنان ده، طبيعة الفنان ده، شخصية الفنان ده بتبان في رسمه، بتبان في لحنه، بتبان في أسلوب شعره، بتبان في كتاباته. كل كاتب له أسلوب معين، له طريقة معينة، له إلقاء معين. المغنيين كل مغني له صوت معين، تقدر لو أنت مش شايف المغني ده لكن من نبرة صوته تقدر تعرف مين المغني ده. كذلك الله حط فيك أنت كإنسان تعبير عنه، تعبير عن شخصية الله، ونفسه إنك لما تيجي تحط حياتك في إيدين الله
وتسلم له عمرك وتثق في ذبيحة المسيح وتدرك هوية المسيح إنه هو الله الظاهر في الجسد، وتتقابل وتتصالح مع الله وتسترد الهوية الأصلية ليك، ساعتها بس هتقدر تعيش الحياة اللي ربنا خلقك علشانها. ناس كتير ما كانوش يعرفوا هم مين، ناس كتير كانوا مخدوعين في نفسهم، مش مدركين هويتهم الأصلية أو هويتهم اللي لازم يعيشوها في حياتهم. يعقوب كان نفسه يبقى بدل أخوه عيسو، كان نفسه يكون هو البكر، كان نفسه يكون هو بدل عيسو، علشان كده خدع أبوه وتنكر واختلس شخصية عيسو. لكن يعقوب عمره ما قدر يعيش الحياة اللي ربنا خططها له، وإنه بدل ما يكون يعقوب يكون إسرائيل أمير الله، بدل المتعقب أمير الله، بدل إبراهيم اللي يقول له الرب أنا ماضي عقيم ما عنديش نسل اسمه أبرام. ربنا لما إبراهيم حط ثقته في الله وصدق الوعد بتاع الله، ربنا يقول له أنا مش هسميك أبرام خلاص تاني، لكن اسمك إبراهيم لأنك هتكون أب لجمهور كثير. لما بنيجي ونعرف من هو المسيح، إيه العمل اللي عمله الرب يسوع على الصليب عشان يكون هو الشخص نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية، ساعتها بس نسترد علاقتنا مع الله، ساعتها بس يحصل المصالحة مع الله، ساعتها بس زي ما أيوب قال الرب يسوع وضع يده على كلينا، على الله وعليا، وصالحنا لنفسه. الكتاب يقول إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله عايز يسترد الإنسان. السرقة اللي إبليس عملها والخدعة اللي قال تحوى عنها، وحوى عرفت إبليس إنه غرها خدعها كذب عليها، لما حوى عرفت إبليس إنه هو خداع وإنه هو كذاب، ساعتها الرب قال إنه نسل المرأة يسحق رأس الحية. ما قالش أنسال، ما قالش ناس كتيرين، أو ما قالش ناس أنبياء ورسل هم دول اللي هيسحقوا رأس الحية، لكن قال شخص واحد عن شخص المسيح. وبولس يقول كده في كتاباته أنه ليس عن الأنسال لكن عن نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. النهاردة الرب يسوع بيقول لك من غيره ما ينفعش. نيقوديموس لما جه للمسيح ليلا وقال له أنا عارف أن أنت إنسان عظيم وإنسان نبي، لأنه ما حدش يقدر يعمل أعمال اللي أنت بتعملها دي إلا لم يكن الله معه. الرب وضح له أن مش المعتقدات الذهنية ومش الأفكار العقائدية دي اللي توديك السماء، ودي اللي ترجع لك هويتك الأصلية مع الله عشان تعيش في علاقة حقيقية مع الله، لكن من خلال الولادة، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. عشان كده لغاية النهاردة الناس لما بتسمع عن الولادة من الله بتقول حاشا، ده بيفتكروا بتفكير بشري جسدي قليل قوي. حتى نيقوديموس قال له كده، كيف يمكن أن أولد وأنا شيخ؟ هل أخش بطن أمي تاني وأولد؟ رب يسوع استعجب قوي قال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ إذا كنت أنا بكلمك بأمور روحية وانت تفكيرك جسدي عمرك ما تقدر تفهمني، لكن الولادة من الماء والروح، من كلمة الله والروح القدس، دي الولادة، ده الطبيعة الجديدة اللي ربنا جاي يديها لنا علشان نقدر نكون علاقة معاه. ورب اداله مثل قال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الصليب كان من العهد القديم، الصليب كان الله بيعلن عنه من بدء الخليقة، من ساعة ما آدم وحواء سقطوا وفقدوا هويتهم الأصلية. الرب وضح إن بدون سفك دم
لا تحصل مغفرة، إن بدون ذبيحة المسيح هتفضل هالك في خطاياك، وهتفضل عايش في هوية مفقودة، هوية ملطخة، هوية مضللة من إبليس، هوية أنت مش عارف أنت مخلوق في الدنيا ليه، وإيه الغرض من حياتك، وعايش تعمل إيه، هل بس مجرد أنك تاكل وتشرب وتربي العيال وتكبرهم وتجوزهم وتطلع على المعاش وتحوش للمعاش، ودي كل حياتك؟ وبعدين ايه الغرض السامي اللي ربنا خلقك ليه؟ مفيش اي تحقيق لاي معنى لحياتك من غير شخص الرب يسوع المسيح. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني www.ikarmatv.com او راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. الرب يسوع وعمله على الصليب هي السكة الوحيدة والوسيلة الوحيدة لاسترداد الإنسان تاني لله. لأن الإنسان لما سقط في خدعة إبليس وابتدى يدور على معنى لحياته، على إله يعبده، على حاجة تديله قيمة، ابتدى يتلطم في حاجات كتير. ناس النهاردة بتدور على معنى الحياة في أمور كتيرة، اللي عايز يحقق ذاته من خلال الشهرة، اللي عايز يحقق ذاته من خلال الفلوس، اللي عايز يحقق ذاته من خلال العلم والإنجازات العلمية، اللي عايز يحقق ذاته من خلال بيته وأولاده ويجيب عيال كتير علشان يبقى له عزوة ويبقى له سند لما يكبر، اللي عايز يحقق ذاته من خلال نفوذ سياسي أو سلطة أو إدارة. كتير قوي بنجري ورا حاجات. سليمان جرب الحاجات دي كلها وفي الآخر قال باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. لكن الرب يسوع من خلال صليبه وعمله هي دي الوسيلة الوحيدة اللي الرب وضعها. رسالة العبرانيين بتكلمنا عن هوية المسيح. كاتب الرسالة يبتدي يقارن، انتوا فاكرين ان الرب يسوع ده زي نبي من بقية الأنبياء، زي ملاك مخلوق، ملاك عظيم أو أي، لا، الرب ده أعظم من كل حاجة وكل شخص سبقه أو كل شخص تبعه زمنيا في التاريخ البشري. يمكن الكاتب يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. ربنا تكلم لرسل وأنبياء و ناس كتيرة قوي من خلال التاريخ البشري، لكن يقول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الكتاب يقول الله لم يره أحد قط، ما حدش أبدا شاف الله. طب مين اللي يخبرنا عن الله؟ مين اللي يعلن لنا عن الله؟ مين اللي يقول لنا عن من هو الله؟ الابن الوحيد الرب يسوع المسيح الذي هو في حضن الآب هو خبر. عشان كده مش ممكن تعرف الله الحي الحقيقي غير من خلال الابن. الرب يسوع بنفسه قال لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ما ينفعش تيجي لله بأي وسيلة ولا أي نبي ولا أي معتقد ولا أي طريقة تانية. ده مش ضيق أفق، ده الحق الوحيد. كل الدنيا مليانة حقائق، حقائق نسبية، حقائق وقتية، حقائق ممكن تجادلها وممكن تختلف عليها، لكن الحق الوحيد اللي ملوش مثيل، مالوش بديل، مالوش أي حاجة تانية ممكن تفاصل فيها، هو شخص الرب يسوع المسيح نفسه. عشان كده الرب على الصليب
عمل حاجة عجيبة جدا. الكتاب يقول إن الحق والعدل تلاقيا، البر والسلام تلاثما. كل المعضلة اللي كان بتواجه الجنس البشري، إزاي إنسان خاطي أجرة الخطية موت، إزاي تكون لي حياة أبدية؟ مفيش غير رئيس كهنة واحد دخل بدم نفسه الرب يسوع إلى الأقداس، مش المصنوعة على الأرض أشباه الحقيقية، لكن الأقداس السماوية، فوجد لنا فداء أبديا. الرب يسوع لما أسلم الروح إيه اللي حصل؟ انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل. خلاص العداوة اللي كانت بيني وبين الله، الحجاب الحاجز بيني وبين الله انشق، وبقيت أقدر أشوف الله. موسى أعظم أنبياء العهد القديم اللي كان بيرى الله وجها لوجه، ساعة لما مريم وهارون إخواته قالوا يعني هو موسى، شمعنا موسى ربنا بيكلم وما احنا كمان ربنا بيكلمنا؟ ربنا نفسه دافع عن موسى وقال لهم لا، أنا بكلمكم بالأحلام بالرؤى بالرموز، لكن موسى أنا بكلمه وجها لوجه. الله بنفسه أعلن إن موسى كان له مكانة عظيمة جدا، إنه كان بيكلم الله وجها لوجه. لكن الحقيقة مع كل عظم أنبياء العهد القديم، الرب يسوع جه قال كده، يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، مفيش حد أعظم من يوحنا المعمدان، لكن عارفين الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان، لأن الرب في الصليب أسس عهد جديد، دخلنا في علاقة مختلفة مع الله في الصليب. الهوية القديمة اللي كنا بنخاف نرى الله لأن الإنسان لا يرى الله ويعيش، دلوقتي بقينا بنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، دلوقتي بنبقى ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. زمان كنت بفتكر إن الوجه المكشوف ده وشي أنا المكشوف، لكن في الحقيقة ربنا لفت نظري لحاجة قوي. موسى كان بيغطي وشه ببرقع عشان الناس ما تراش وجهه، لأنه حتى المجد الزائل، المجد اللي مش هيكمل، ده مجد وقسي، مجد وجه موسى اللي بيلمع ده مش هيفضل الأبد، لكن المجد الأبدي اللي جه ربنا يعمله لنا مكتوب ثقل مجد أبدي. احنا بقى لينا الحق نشوف مجد الرب، مجد الرب بوجه الرب المكشوف اللي يعلن لينا عن قلبه، يعلن لينا عن شخصه، يعلن لينا عن كيانه، يعلن لينا على هو مين بالنسبة لنا، يعلن لينا عن إحنا مين بالنسبة له. الرب قال للتلاميذ لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. في العهد القديم كل علاقة الإنسان بالله كانت عبودية، كانت اعمل وما تعملش، وصايا وناموس، لكن ما كانش في شركة شخصية. الله كان نفسه إن الشعب كله يكلمه زي ما موسى بيكلمه، لكن الشعب اللي رفض، الشعب قال موسى لا لا لا، احنا شفنا البرق والرعد والجبل بيتزلزل، لا لا احنا خوفنا، انت تروح تكلم ربنا وتقول لنا واحنا هنعمل. الشعب هو اللي اختار إنه يبعد عن الله، الشعب هو اللي اختار إنه ما يكونش له شركة زي موسى مع الله. عشان كده الكتاب يقول عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أعماله. أنت النهاردة عايز تكون علاقتك إيه مع ربنا؟ عايز مجرد ربنا يقول لك اعمل وما تعملش، نفذ طقوس ونفذ وصايا ونفذ تعاليم ونفذ حاجات تعملها، ولا عايز يكون ليك شركة مع الله عشان تشوف مجد الرب بوجه مكشوف؟ الرب كشف عن وجهه، الرب شق الحجاب اللي بيني وبينك، اللي بينه وبينك. النهاردة الرب داعيك إنك تدخل بثقة إلى عرش النعمة، بس ما فيش أي سكة تدخلك غير الصليب. الكتاب يقول كده عن الرب يسوع على الصليب، طريق عمل لنا إيه؟ طريق حديث، كرسه بالحجاب أي جسده، عشان كده بقى لنا ثقة بالدخول إلى عرش النعمة. ربنا عايز يرجع لك الهوية اللي فقدت بسبب الخطية، بسبب العار، بسبب العصيان، بسبب التمرد، وجيه علشان يدفع ثمن خطيتك كحمل الله الذي يرفع
خطية العالم. دي البشرة السعيدة جدا، ده الخبر السار، ده الإنجيل اللي بيخلص، الإنجيل اللي بيصالح الإنسان مع الله ويسترد الهوية المفقودة إلى الهوية الأصلية، علشان نكون إيه؟ مشابهين صورة ابنه. لما نرى مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الرب الروح القدس لما يسكن فيك وتخلص من خطاياك، ترى مجد الرب وتتغير إلى تلك الصورة عينها، وتكون أنت لؤلؤته الكثيرة الثمن. إلى اللقاء.